أسماء، أنت بقى اللي مش عارفة تعملي رؤية وعملتي يعني زي أميرة كده قفزتي وتزوجتي الزواج التاني، ده ودي حقيقي. بتبقى قفزة في الفضاء يعني. بصي، هي قفزة مرعبة، لأن الواحد لما بيمر بتجربة سيئة بيبقى قلقان يكررها تاني. يعني حتى فكرة إن الواحدة تتجوز تاني بعد طلاق طبعا وكمان خارجة من مشاكل برضو بتتزلزلي شوية، ما بتعرفيش تاخدي الخطوة دي فجأة. لا بتقعدي، يعني أنا مطلقة من 2015، اتجوزت في 2020، يعني كان بس انت اتجوزتي متكرر. اصلا قد ايه؟ الجوازه أنا الاولانيه، الولاد. اتجوزت 10 سنين، الجواز كان في 2005 واتطلقت 2015. عافرت بالولاد معايا سنتين، معاكي ولاد قد ايه؟ انا عندي 3 ان شاء الله. هم حاليا دلوقتي، الكبيرة تمت 15 وعندي 13 وعندي 10 سنين، يعني دي الاعمار بتاعتهم يعني. 2015 اتجوزتي، 2020 الجواز التاني، الجواز التاني خدتي عشان خمس عشرين سنين على ما اتجوزتي. على ما خدت القرار ده على ما حقيقي. خدتي، على ما خدتي القرار. وانتي بتاخدي القرار كنتي خايفة بقى؟ كنتي مرعوبة؟ اتفقتي معاه؟ حصل ايه؟ بصي، هو طبعا انا كنت يعني القرار كان صعب، يعني الاختيار كان فعلا صعب، عشان معلومة النظرة العامة للمرأة المطلقة مش لطيفة، بلس ان انا حتى لو الاولاد مع باباهم برضو I am still package of four، يعني انا 4، انا اولادي دول حته مني مش هعرف اسيبهم، وده كان اي اساس، لان اي حد كان يجي يتقدم لي، لا يا جماعه انا 4، انا مش فرد، انا فعلا شيلتك 4 تقيلة يعني، تحسي بالظبط. ان ده انت اللي اتقال لي، ده اللي اتقال لي، ده اللي اتقال لي، انا هسيبك شيلتك انا تقيلة كده. 4 فعلا، يعني الاولاد جزء مني مدى الحياه، يعني دي الولاد موجودين معاكي في وانت لا في الزواج التاني لا ولا لا لا, لا. الاولاد مع بابا. مع بابا؟ ده كان اتفاق بينكم؟ بصي، الاتفاق اللي ما بيننا، احنا انا سايبه الاولاد من 2017، انا قعدت بيهم سنتين، عافرت زي اي حد طبعا، لحد ما بقيت خلاص زيرو سيفنجز، ما فيش فلوس يعني انت اديتيهم لباباهم حتى قبل ما تتجوزي؟ قبل ما اتجوز. وبعدين جيت في 2019، يعني ما اقدرش اقول احنا كان في ما بيننا عقد اتفاق زي ما الناس كلها بتعمل، انا ما كنتش عايزه، انا طبعا لجأت المحاكم، بس في البوينت دي انا ما كنتش عايزه ألجأ لمحكم، فهو قال لي كده مش عارفه، مش عايزه تصرفي هاتيهم. فطب انا هعمل ايه؟ قلت له طب انا مضطره، ما انت بتعجزني، يعني حاول تدفع عشان الولاد يفضلوا معايا، انا مش عايزه اسيبهم، انا مجبره، انا فعلا ملوي دراعي ان انا اسيبهم. فجيت في 2019، عارف بس ان انا اتخطبت، لا بس تعالي كان خدي خلاص الاولاد. الولاد معاه. قال لي تعالي خدي الاولاد، قلت له اوكي. فشكلت الخطوبه اصلا، فشكلت فعلا، انا عايزه اولادي، لان دول رقم واحد في حياتي على فكره، يعني دي حقيقه، يعني حتى وانا متزوجه زواج تاني ولادي رقم واحد في حياتي. طيب قلتي له هاخد الولاد هاخد بعدين؟ الاولاد. اوكي خلاص، عارف ان انا فشكلت الدنيا، لا ما عنديش اولاد بقى دلوقتي خلاص. وفي النهاية اتجوزتي؟ وبعدين بقى دلوقتي حتى ما فيش تليفون، تليفوناتي ايوه. انت اتغيرت، بتشوفي ولادك بقى؟ لا خالص خالص، ورحت رفعت دعوة رؤية وما رؤية، احنا بينفذش. دايما بنسمع ان الرجالة هي اللي عندها مشكلة رؤية لولادها، ما هو مش بصي والله ده حقيقي، يعني في مركز الشباب حتى لما بيجي بقى، يعني باجي بقول له لا انا اللي بيقول لي في الاولاد ده، تقول لا انا اللي عايزه اشوفهم، يعني معروف فعلا ان الام هي اللي ما بتروح بتشوفيش بالاولاد ولادك خالص. من اغسطس 2020، من 3 سنين؟ اغسطس 3 2020 سنين ما شفتيش ولادك؟ ده حقيقي. يا نهار اسود، سوري يعني، يا نهار اسود بجد، 3 سنين ما شفتيش ولادك؟ كلميهوش على التليفون؟ لا نو واي، يعني حتى لما ببعت مثلا اقول الولد عيد ميلاده بكره، عايزه اقول له كل سنه وطيب، بلاقي بقى رساله فيها ما لذ وطاب، يعني فاللي هو طب قول لي بلاش وخلاص، ايوه. للاهانه العيال يعني. ازاي ما بيكلموكيش؟ العيال ازاي ما يعني 3 سنين تشوفيش عيالك؟ ده حقيقي، عندك طفل عنده 10 سنين؟ وطفل فيهم عنده 10 سنين. دي موضوع قاسي قوي يعني. كان 7 سنين. من 3 سنين كان 7 سنين، من ثلاث بذل سنين كان سبع 7 سنين. سنين طليقك متجوز كمان والولاد متزوج. قاعدين مع زوجة الأب؟ طبعا. طبعا. ما هنا احنا بنتكلم كمان ان مفيش مساواة دستورية، هو من حقه ان هو يتجوز وياخد الولاد، هي بس الشخص طب الوحيد اللي ثواني، لو هنا اتجوزت تاخد الحضانه حقها ليه تروح حضانة. هو هنا الولاد يكونوا ليه مع الاب، ليه ما يكونوش مع ام الام؟ لان هي سابتهم بالتراضي. احنا نقدر نرفع، ما هنا برضه فكره التناقض في القانون، ان ما فيش حاجه اسمها اسقاط حضانه عن الاب. ليه؟ لانه ابتداء لو في حد اللي له الحق في الحضانه هنرفع دعوه ضم. فدلوقتي لو ام الام نقدر نرفع دعوه ضم، لكن هو مش هيصرف.
طب هي تعمل ايه؟ دي نفس المشكله فعلا. مش هي دي فكره التناقض بقى، انه طب خلاص انا هاخدهم بس هروح بيهم فين؟ هشحت بيهم. يبقى هنا برضو اذيت الولاد في المستوى اللي هم عايشين فيه، ممكن اصرف عليهم بس باللي اقدر عليه، لكن مش من المستوى اللي عايشين فيه. والمجتمع طبعا شايفها ايه؟ الام اللي رمت عيالها بالظبط علشان تتجوز. والله هي دي كلمه مغلوطه. يعني يا جماعه يعني ايه ارمي ولادي؟ يعني انا ما حطيتهمش في شارع، انا ولادي مع الاب، الاب اللي هو المفروض الايد الثانيه. احنا لو بنتكلم الام الايد رقم واحد في البيت، الاب الدور الثاني، الاب قدوه، الاب المفروض يعلم، الاب المفروض يربي. لا وبعدين هو الاب المفروض يصرف، وقال لك انا مش هصرف عليهم عشان مش هصرف. بس لا، هي كلمه رميت ولادي دي غلط. انا بنام بالليل بتتقال لك الكلمه دي؟ طبعا هو اول واحد بيقولها، فبقول له هاتهم، الاولاد مرحب بيهم اي وقت، هاتهم يعني فعلا هاتهم. يعني شوفي حضرتك الاستاذه بتقول انا مرعوبه، لا ده انا ببقى نايمه في البيت بصحى على صوت ابني بيصرخ وهو مش معايا. ثلاث سنين ثلاث سنين. بصي هو قبليها احنا بنتكلم من 2017 كان في شد وجذب، اللي هو ايه، لا انا متضايق بقى دلوقتي انت مش هتشوفيهم، اقعد بالست شهور مثلا ما اشوفهمش. فانا لما هو قرر وقعدت اقاوح برده ما يقرب عن 7-8 شهور، قلت يعني ممكن يهدى شويه والعند ده يفك شويه، ما فيش. فاضطريت ان انا الجا لان انا ارفع دعوه رؤيه، برده مش عارفه اشوفه. اهله امه عيلته، اصل الثلاث سنين دي قد بتبقى مشكله. ده انا لو ما شفتش ابني ثلاث ايام بتبقى مشكله، يعني بتبقى شيء رعب يعني. لا لا لا، لو حد مالوش كبير، وناس كتير تدخلت وناس كتير اتكلمت، بس برضو ما فيش يعني. لا خلاص، هي هو اللي يحرم ولاده من ان هو يصرف عليهم، يعني ما فيش حد هيأثر فيه ان هو يحرمهم من الام اللي هي الاساس، اللي هي الاساس. فهو كده، هي اتقالت لي نصا كده، يا تاخديهم على طول، وطبعا برضو تحت ضغط ان انا مش هصرف، يا ما تشوفيهمش خالص، يعني اللي هو ايه، احنا بنلوي دراع بعض. طب ليه؟ هنا تاتي اهميه الملف الواحد. ده حقيقي. عندنا ملف واحد لقاضي واحد بهيئه واحده، فيها عضو نفسي وعضو اجتماعي وعضو قانوني، عشان يبقى عارف القاضي ان انا رفعت دعوه نفع يعني، ورفعت دعوه مدارس ورفع يعني. لا كل مش الدعاوي بس انت رفعتي، كل الخطوط احنا اخدناها يعني، كل الستبس، كل واحده غير الثانيه. لا مش بس، ودي هتتنفذ ودي مش هتتنفذ، يعني ببساطه دي اتنفذت ودي ما اتنفذتش. اذا عندنا ملف واحد يحكم كل هذه التفاصيل، مش هنقع في حاجه بالشكل ده.